حين نزل الإسلام من 14 قرن طبق واقعا في الحياة، ليس مبدأ نظريا فحسب، بحيث إذا تعرض للتطبيق خاس ولم ينفع، ولكنه طبق. وظلت الدولة الإسلامية هي الدولة الأولى في العالم قرابة 1000 سنة. ذلك هو ما يخيف خصوم الإسلام، ولذلك يحاول خصوم الإسلام جاهدين أن يجعلوا مبادئ الإسلام باهتة في نفوس المسلمين أنفسهم، فيوردون لهم كل شر. وإذا ما وردوا لنا كل شر أقبلنا عليها على أنه المظهر الحضاري، فإذا ما أخذنا عنهم ذلك سروا بهذا، لأن ذلك يفت في أعضادنا كمسلمين، وذلك يفرحهم هم، لأننا لو كنا مسلمين بحق لأخفناهم ولا أرعبناهم ولا ما استقر لهم قرار، وقد جربونا. إذن فكل الوافدات التي تفد إلينا من شرور هذه الحضارات وافدات مخطط لها ومرسوم لها، حتى لا يكون المسلمون كما يريدهم الإسلام، ويريدون منا أن يكون الله على ديننا وأن لا نكون نحن على دين الله. فكأنهم يريدون الإنسان مشرعا، وكأنهم يريدون الله تابعا في دينه إلى ما نقرره نحن. كلما رأيت تكتلا أمام الإسلام فافهم أن الذين يتكتلون يفهمون قوة الإسلام، ولو لم يكونوا فاهمين لقوة الإسلام لما تكتلوا أمامه ذلك التكتل.